ببرنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله. لسه ما جاوبناش حد عن موضوع صلاة. السلام عليكم. السلام وبركاته، تفضل معي. وياك شيعي من العراق. اسم حضرتك ايه يا فندم؟ اسمي ابو لؤلؤة. تاني؟ مش انت طلعت قبل كده برضه؟ لا والله. طيب ماشي، بتسموا نفسكم اي اسماء وخلاص. ما هي مشروعية صلاة ايه الغدير حلوة الاسماء عن النبي واهل بيته؟ اين ورد الدليل عليها؟ نعم هي نعم هي صلاة مستحبة طبعا مو واجبة. مستحبة مش كما مستحبة، انا بسأل من نعم اين الدليل عليها؟ نعم كما ورد عندكم، وانتم عندكم صلاة التراويح منين شكرا جبتوها؟ شكرا ليك يا حبيبي. ورد عندنا صلاة التراويح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنتوا دلوقتي يعني بنقول للناس إن كنتوا مبتدعة كده. أنتوا بتعرفوا الناس إن كنتوا مبتدعة، ما شاء الله خلاص يعني. الموضوع يا إخواننا الأحبة الفترة القادمة هيعملوا حاجة اسمها عيد الغدير. وتصلى عندهم صلاة الغدير جماعة. خدوا بال حضراتكم، تصلى جماعة. يقول لك ما عندنا، انتوا ما عندكم ايه؟ ما عندكم ايه؟